لحظة خاصة، احتفل جامعة محمد الخامس بمرور 40 سنة على كلية علوم التربية. فهذه لحظة من أجل الذاكرة ومن أجل كل المكتسبات التي وصلت إليها المؤسسة بفضل كل المكونات، ولكن لحظة كذلك للمستقبل، علما أن علوم التربية الآن تواجه تحديات قوية جدا من ناحية البيداغوجية ومن ناحية التطورات التكنولوجيات الحديثة.